كنجبوني نوضح لكم البنك الاسلامي الاردني، لان هذا الشيء طرا عليه بزاف الفترة مزيان تعرفوا. كنت غادي تسولك مزيان تعرفوا. هذه لا فونداسيون ميل جيت منين دارت الدراسات ديالها حول الفقر، لقات بان ازيد من 40% من الفقراء موجودين في البلدان الاسلاميه. إذن باش تستطاع تدخل البلدان الإسلامية دارت أن فون، واحد الفون دارتو مع البنك الإسلامي الدولي. هي غادي تعطي في حدود 2 مليار دولار، البنك الإسلامي غادي يكمل من عندو، وفي نفس الوقت قلبو على أن أوتر فون غادي يدخل معاكم. بيل جيت كان شاشة الأمير ديال قطر داز 50 مليون دولار، وشاف ولي العهد ديال السعودية، وشاف الأمير ديال الكويت، وكيقولوا بأن غادي يوصلوا 300 مليون دولار باش يجمعوا هذا الشيء كامل. فهاد منين كانوا كيخدموا على هذا الشيء داروا أول تجربة في باكستان في باكستان. المغرب حيدوه ما كانش في الخريطة، علاش؟ لأنه وفق المؤشرات اللي كيعطي لها بنك مونديال، المغرب من الدول المتوسطة ماشي من الدول فقط. أنا ذاك حلف الجهة ماشي غير الياس العمري بوحدو، ناس ديال الجهة المنظفون والآخرون بدينا كنشتغلوا، قلنا يا ودي بأن ما عنده معنى المغرب عندنا مؤشرات الفقر بالخصوص في البرامج اللي كيدخل بها لا فونداسيون. نقول لكم شكون بدينا كنتراسلوا عن طريق البنك الإسلامي. حصلنا على الموافقة المبدئية بأن المغرب غادي يدخل، أول حاجة ما كانش داخل، أول حاجة جاوبوا لا ريجيون، وما درناش شي مراسلة بوحدنا، كل المراسلة ديالنا كندوزوها عن طريق وزارة المالية في احتراما تام للمصادر، لأن كنتعاملوا مع مؤسسات دولية، وحنا جهة موسعة نعم ولكن خاضعة للقانون الوطني. جات الموافقة البدائية قالوا طيب، بعد جات الرسالة الثانية كتقول غادي نصيفطو لكم السيدة فلانة، وبالمناسبة هاد السيدة مديرة افريقيا والشرق الاوسط لا فونداسيون بيل جيت، وهي بيضاوية مغربية. وغادي نصيفطو لكم المدير الاقليمي ديال البنك الاسلامي للتنمية وهو موريتاني، على اساس يشوفوا معكم المشاريع اللي غادي تدخل فيها، ماشي لا فونداسيون بوحدها، لا سي ان فون فيها لا فونداسيون، فيها البنك الاسلامي للتنمية، فيها بعض الدول اللي مازال ما كملش ديال الخليج. مشاو درنا اول اجتماع في وزاره الماليه مع السيد وزير الماليه، حضرتو انا والمساعدين ديال الوزير، وهذا تنبؤوا فيه. من تما انتقلنا لمدينه طنجه، درنا اجتماع حضروا فيه جميع رؤساء المصالح الخارجيه للوزاره، قالوا لنا الله يرضى عليكم باش نكونوا واضحين، انتوما كتهضروا على التعليم على كذا، حنا حنا مجال فينا ندخلوا معكم. الصحة، الفلاحة، كلها الفلاحة، السوادي بالتعاونية الفلاحية، النساء، الكذا، كل ما يرتبط بالفلاحة بما فيه حتى السياحة القروية مرتبطة بالفلاحة. والظلمة، وفك العزلة دي بيست غيبال، وإنه وحنا هذا نمشيو بيه تا 500 مليون دولار. حنا كجهة الخصاص ديالنا في هاد الشيء، باش تكون الخصاص ديالنا 35 مليار درهم باش نجاوبوا لي غوطغيغا، الصحة، الماء والكهرباء والفلاحة، خصنا 45 مليار درهم. نعطيكم مازال بسيط، خذوا وزان، خذوا حسيمه، خذوا اللي بغيتي،
عندنا مثلا وزان 6200 مرة اللي كتولد، يالله ما كملاش 1000 اللي كونترولي، ما تبقى نو كونترولي، ما كنعرفوش واش كيموتوا ولادهم واش كيموتوا هما واش كذا واش كذا واش كذا، هادو لي شي. قلنا حنا على 5 سنين غادي نتقدموا، لان شكلنا واحد اللجنه تما بحضور هاد الناس اجتمعوا معاها باش نديروا لي فيش بروجي. قلنا غادي نقدموا 100 مليون دولار، هما اللي تمشي تطلب هاد لي فيش بروجي، ومشاو شافوا باش يديقونا. قال لك تعطيونا الدور، اعطينا ليهم 20 دوار، شافوا الدوار الاول رجعوا قال لك لان مشات الطاط وقفات، زادوا على الجيو ووقفوا والدوار